السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نقدم لكم فيديو جديد صراحه اقتصادي، فيديو عصير بالحامض بقشور الليمون. الصراحه كيجي هائل، ما نقولش لكم، مميز ولذيذ. جربوه، مأكده غادي يعجبكم. ندوزو لطريقه التحضير. كيف ما كتشوفوا معايا صراحة عصير اقتصادي وكيجي لذيذ بزاف. عندي هنايا السكر حسب الرغبة، انا هنا درت تقريبا نص كاس. عندي قشور ليمون كيف ما كتلاحظوا معايا، غير قشور ليمون. انا هنا درت جهد جوج ليمونات، وهنا عندي جوج ليمونات ديال الحامض، ليمون الحامض. دابا غادي ناخذو، غادي ناخذ واحد الطحانه ديال الليمون. انا خديت غير هاد الصغيره باش تشوفوا معايا الطريقه. غادي نقسم الليمون الحامض اللي عندي لهذا الشكل، وغادي نبدا نعصر في الليمون ديالي. كيف ما كتلاحظوا معايا غادي ناخذ بحال الليمون، خديت هنا الليمون الحامض غادي نعصره مزيان. صراحة صدقوني كيجي لذيذ 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 بزاف، واللي مهم فيه هو انه اقتصادي. وما كياخدش لكم بزاف ديال الوقت. انا الصراحة دائما كنصايبو لانه الصراحة كيجي بنين. غير حاجة واحدة منين تصايبوه هو تخليوه يبرد، ديرو في المجمد يبردي شويه، ولا ديرو في الثلاجه بين ما يطلق دوك قشور الليمون. يطلقوا واحد المروريه كتكون فيه. صراحه كيطلق فيه ديك المروره كانكم شريتوه، كيجي هائل. نحتاجو غير جوج حامضات، كفا تقريبا في اطرو تاع الماء. جوج حامضات يكونوا كبار، غنديروهم في اطرو ديال الماء. كيف ما كتلاحظوا معايا حصلت على هذا القدر من جوج ليمونات. ودابا غادي ندوز باش نقطع هاد قشور الليمون. كيف ما كتلاحظوا قطعهم مربعات صغار. هادو جوج ليمونات تقريبا، جهد جوج ليمونات كتاخذوا ليهم القشور ديالهم. قد ما زدتوا في الحامض قد ما تزيدوا في الليمون، في قشور الليمون. بحال انا دابا درت جوج ليمونات في جوج حامضات معصورين كبار. كيف ما كتلاحظوا معايا قشور الليمون، كيف ما كتلاحظوا معايا غادي ناخذ الطحانه اللي كنطحنوا فيها العصير، غنخوي الليمون وغنضيف عليه قشور الحامض، قشور الليمون، قشور ديال الليمون، وغنضيف سكر سنيده على حساب الرغبه. كيف ما كتلاحظوا معايا دابا غادي ندوز ناخذ الماء، تقريبا اطرو ديال الماء. ناخذ الطحان ديالنا وغادي نطحنو كلشي.
كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما طحنته الصراحه اللون ديالو كيجي هائل، كيف ما شفتوا الرائحه ديالو كتجي هائله صراحه، كيجي لذيذ بزاف. دابا غادي نصفيه، غادي ناخذ واحد الصفايه غادي نصفيه كيف ما كتلاحظوا معايا. كيف ما كتلاحظوا معايا كيجي على هذا الشكل، كيجي خاطر كتر، خصوصا كيختار منين كتخليوه في الثلاجه ولا في المجمد شي شويه يبرد مزيان، كيجي خاطر عاقد يعني ما كيجيش جاري. كيف ما كتلاحظوا اللون ديالو كيجي هائل حتى هو، كنتمنى يعجبكم. ودابا غادي نخليه يبرد ونتلاقاو مع الشكل ديالو النهائي. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا، الصراحه كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وكيف ما شفتوا معايا كيجي خاطر، خصوصا اللي خليته بزاف في الثلاجه. غادي نقول لكم خليتكم على خير.